إذا جزء من التحدي هو أن تتحمل المسؤولية عن ذلك، بمعنى أن الولايات المتحدة يتوجب أن تستجيب أو ترد على إيران بشكل أو بآخر حتى تساوي الموازنة، خاصة في هذه المرحلة حيث الولايات المتحدة تريد أن تعيد إيران إلى الطاولة لإنهاء الاتفاق النووي. لا أرى، لا أدري، لا أرى أن هذا سيحدث. أي مواجهة إيران من حيث دفع التعويضات أو تقديم نوع من التمويل، هذا غير مرجح نظرا للخبرات السابقة لأعمال الولايات المتحدة في أفغانستان، في فيتنام وفي غيرها من البلدان. لسوء الحظ هذا لن يحدث.